دعونا ندخل إلى محضر الرب لأننا في شوق إليه، لأنه هو إلهنا وصخرة خلاصنا، وهو يعطينا الفرح والسلام والقوة، فلا نخاف لأننا ليس لنا سواه. خلونا نقف ونرنم أدخل لقدسك.
Thank you.
سبب وجودي. Thank you.
ونقدم المجد ونذبح الحمد ونصفق له لأنه سيد الأكوان. الرب هو الله.
مهما طال الطريق فإن تسبيحنا وهتافنا للرب يعلى بتنفيذ، لأن حياتنا أمجاد بالدوم وستتحقق بيك مواعيد. خلونا نقف ونرنم أفراحنا بيك طول الطريق. Worthy.